معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من أثينا دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. مرحبا بك دكتور فاروق معنا. إذا بدأت عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، هل يمكن دكتور فاروق أن تزيل التهم بشأن تزوير الانتخابات هذه العملية؟ لا أعتقد أن شخص ممكن يزيل التهم عن هذه الانتخابات. التزوير حصل في اليوم الأول وحصل حتى قبل إجراء عملية الانتخاب. يعني في الانتخابات الخاصة شهدت مراكز الانتخابات تزوير أعلنها الجميع، سواء في المحافظات الجنوبية أو في محافظات الفرات الأوسط أو في المحافظات الغربية. نعم. لذلك التزوير مسألة مفروغ منها، يعني لا يمكن لأي شخص أن يأكد نزاهة هذه الانتخابات، ولا حتى هم نفسهم الآن يأكدون على النزاهة. طيب لماذا أهملت المفوضية الطعون في المحافظات الوسطى والجنوبية وقررت العد والفرز في المحافظات الشمالية والغربية فحسب؟ أنا أعتقد لأنه لا تستطيع المفوضية فرض سلطتها وكيانها على المحافظات الجنوبية بسبب وجود الصراعات ما بين الكتل السياسية وامتلاك هذه الكتل إلى ميليشيات قوية هي أقوى حتى من المفوضية. ولذلك معروف أنه في اليوم الأول للانتخابات ظهرت أصوات في البصرة تقول أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 14% من المشمولين في الانتخابات. لذلك طرحوا مسألة العد والفرز في المحافظات الغربية والمحافظات الشمالية، لأنه بالإمكان أن يتم هذا الفرز بدون وجود سيطرة لهذه الميليشيات. ولكن بفرز هذه النسبة القليلة من الصناديق ظهرت فروق كبيرة بنسبة 50% خصوصا في كركوك، كيف تنظر إلى هذه النسب؟ أنا باعتقادي أنه العملية الانتخابية، يعني ما في العالم في أي دولة من دول العالم تجري الانتخابات وبعد شهرين أنت لا تعرف، أكثر مرور أكثر من شهرين وما تستطيع أن تميز من هو الفائز ومن هو الخسران. وهذه هي بحد ذاتها عملية تسويف وتزوير للانتخابات. أمامنا انتخابات جرت في أكثر من بلد، ماليزيا على سبيل المثال أو تركيا على سبيل المثال، بعد مرور أقل من 12 ساعة بدأت تظهر النتائج بشكل كامل وأعلن من هو الفائز. وفي اليونان اللي أعيش بها أنا بعد مرور 9 ساعات أعلن خسارة الحزب المعارض وفوز رئيس الوزراء، وبعد مرور أقل من 24 ساعة اجتمع مجلس الوزراء واجتمع البرلمان وأقرت الخطة للوزارة. ماكو دولة تستمر انتخابات 12/5 واليوم احنا 4/7 وما لحد الآن ما محسوم من هو الفائز ومن هو الخاسر. كل ما حدث قبل ما حقيقة أنا يعني استغرب لكلام رئيس الوزراء حيدر العبادي، يعني كأنما هو يتكلم هو مراقب أو هو صحفي أو هو ليس مسؤولا، يعني رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة ويتكلم بما أنه هو الشخص العاجز والغير قادر فرض ويدعي أنه الكتل. إذن أين هي السلطة؟ أين هي سلطة الدولة؟ طيب يعني كل ما حدث ويحدث دكتور فاروق من اتهامات للتزوير حتى من يعني الكتل نفسها التي خاضت الانتخابات إلى اللجوء إلى أحراق صناديق وتفجيرها، ما دلالات هذه الممارسات؟ والله يعني أعتقد هم لحد الآن يعني ديمقراطية ما ننطيها اللي طرحها مالكي رئيس الوزراء السابق نور المالكي هي السائرة على كل الكتل. كل كتلة تريد تحافظ على كيانها وعلى مكتسباتها وعلى عدد المقاعد في البرلمان، وهذه الكتل ما من مصلحتها أن تغادر مكانها، خاصة بعد أن ظهرت لدى الكثير من الناس أنه هذه الكتل هي كلها متهمة بالفساد وعليها ملفات فساد، وعند مغادرة السلطة ربما ستحال إلى القضاء. فأعتقد هو الحصول على المكاسب هو اللي مخليهم
يلجؤون إلى هذا الأسلوب. إذن العراق إلى أين، خصوصا بعد تصريح نانسي غراهام الذي قال بأن نسبة الانتخابات ونسبة المشاركة كانت ضعيفة، أزمة نتائج انتخابات متفاقمة، يعني إلى ما ستنتهي؟ كيف سيؤثر كل ذلك على المشهد السياسي المتأزم أصلا؟ تفضل. كل الدلائل تشير إلى أن نسبة المشاركة لم تتجاوز الحقيقية 20% من أصوات الناخبين. نعم. وهذه أكثر المراكز البحوث والمراقبين أكدوها لهذه النسبة. وحتى النسبة اللي أعلنتها المفوضية وهي 44% هي نسبة قليلة إذا ما قورن بأنه نسبة المشاركين من نسبة نسبة من يحق لهم التصويت من نسبة الأعداد العامة هي أقل من 50%، يعني 44% هي بحد ذاتها هي 22%. فلذلك أعتقد أنه الشعب قال كلمته أنه لا لهذه الانتخابات ولا لهذه السلطة، وما يبش يعني لا نجد أي أمل في هذه المجموعة اللي تحكم الآن العراق، والعراق سائر للأسف إلى طريق مسدود. شكرا جزيلا لك من أثينا دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي الأكاديمي العراقي.